محمد. اه تعال 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 تعال. ايوه موضوع بره الشغل. ها بره الشغل الموضوع حاصل جدا. حقيقه كده انا تعرفت لي على بنت ويعني انا دايره تعرفي كده على طبيعتي. ما هي تعرفين انه مديره يعني ليه تحبني لي شخصيه كده؟ هيقول لها قول انا ما مدير. بس قول لها ما مدير؟ لا انا قدامي ده ما مدير. بس ايه فكرتك؟ يعني خليك معي في موضوعي. ها جدا يا حزور راسينا. فانا دايره اكون موظف عادي، انت حتكون لي مدير. لا 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 ما تمثيلي يا سيد. عارف في البيت دي يعني انا بلعب اللعب في حياتي ليه؟ لان انا حاسس انها بسيطه يعني بعين عينها مليانه كده. بعدين تعرف لانه البيت لما تقول لها انا مدير وبتاع تفكر في مدير ما تفكر فيك. لكن دي ما كده زول يعني بسيطه جدا. انت لما تشوفها هتعرفها يعني. عشان كده انا قصدي لو اقول لها انا موظف على جدا تمام؟ لان تعرف يعني باين عينها بنت ناس كده. بعدين يعني ما بتحب المظاهر تمام؟ فهمت الموضوع؟ فهمت جدا جدا. كل مدير ده جدا. لكن اقول شنو يعني كان اقول لها؟ ما تقول لها ما جاي جدا. ايوه لكن صحيح انا عارف عليه انك انت المدير جدا تمام؟ جدا. ايوه خليك كده المدير. ايه جاي بتين؟ بعد شويه بس دي حد جاي؟ بعد شويه جدا. ايوه خليك انت المدير. ها؟ بس انا المدير؟ ايوه. وانت موظف؟ موظف عادي جدا جدا. تتعامل معي موظف عادي او تقول لي المدير بتاعك. حاضر تمام؟ جدا. ايه؟ جميل صدقنا لذيذ. اسمع بتاع مدير كده انا اديك البيت ده ما اقدر فيه يعني. لكن برضه خلاص يا اخي خجلت انا. البس 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 وامشي وقت المدير. انا اكون هنا موظف عادي. تقعد هنا في مكتبي؟ اي تمام جدا. تفضل. حاضر. كيف؟ الحمد لله والله بخير. ما تقولي تشهد عرفتي المحل طوال؟ لا لا الوصف سهل خالص. نزلت من الحافلة وبس ما قلت لك عشان يبقى لحد هنا فجيت بكرعين. ليه يا اخي؟ مش وقتها تقولي جيت كراك؟ اي لا عادي ما في مشكلة متعودة انا اصلا قاعدة امشي بكرعين كتير يعني. لا يا اخي الله كنت يعني تجيب امجاد؟ والله يا اخي زي ما عارف انا الامجاد دي ما والله صح يا اخي صح صح والله الامجاد هاي يعني ما بتلاقي زاد طوال كده. تعرف بس يعني انا اسي مرات بكون بطلع مدخن من هنا بكون الطرحين فات فبضطر امشي بقرعي ما بقدر اكشف. ايوه يعني مش عارف كله مشي بقرعي. بعدين زي بتعرفي لانه الامجاد يعني هي يقول الدائره خمسه ومن 50 جنيه يعني زادها كثير لحد ما صار يعني صعبه يعني ذات الزول المفروض يكون محتاج لها. بس تعرفي يعني انا حق الامجاد ده بلملمه عشان كده امشي بقرعي طوالي. ايوه يعني شفتي لانه ده قطعت وضع ما عندي يا اخي. الله يتخيلي طيب انا ذاتي بتخيل انه الحي دي المسألة دي فيها تبذير يعني ليه انا اركب امجاد في حين انه ممكن امشي مواصلات. اي والله تخيلي. اي لازم مرتب لانه يعني ما بكفيك يعني تقضي الحياه دي كلها يعني عشان تلملي منه وتقوم تعمل يعني الحياه كده شويه كده تكون يعني صعبه على الزول. لكن ما في مشكله ان شاء الله الحياه كلها بتصلح يعني. اه والله ان شاء الله ربي يصلح ان شاء الله يعني زوري ليم يعني اشتري قطعه يبنيها وكذا وبعدك بعد شوي الوضع الزواج يعني. ايوه صح. مش تعرف برضه يعني بقت صعبه شويه الحياه. انت عارف يعني انا بفتكر انه الناس لما يكونوا دارين يتزوجوا يعني اثنين مع بعض يشتركوا في الحاجات ده يشيل وده يخط يعني يساعدوا مع بعض ويتعاونوا يعني في النهايه بيقدروا يعملوا حاجه كويسه يعني حاجه ممكن يعني تتبني قش قش زي ما بيقولوا. جواري شيء جواري مشكلة بالله عليك الله يعني المفروض انه يتعاونوا مع بعض كده يعني الحين هذه بقت تعاون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. السيد مدير. اهلا وسهلا مرحبا الله يخليك. سعر. مرحبا. نورتي. الله يخليك. خلاص؟ ها؟ عاد سعر ايش؟ مرحبا بك. الله يخليك. ده شنو؟ اظنك ما جبت لا بارد. ما بارد جات في مشوار بعيد من المناسبه جات من المواصلات جات من رجال خيل. لكن انت جيت مساء خلاص. معلش التقارير ما رفعتها لحد هسه. التقارير جاهزه جاهزه جاهزه. شوف الحاجه البارده. ايوه جيب لي البارد. خليك تجيب لي ما هي تمشي. ها مهد جللة ما جاء ما شايف ما فيش
لا وحي. كيف يعني؟ والله يا أخي بكل تواضع كده يعني عندي عمارة في الخرطوم وعندي عمارة في بحري وعندي عمارة في درمان. متزوج؟ والله الحقيقة لسه ما تزوجتها. مشاغل يعني الواحد مشغول. قسمه الزواج. بارد. تفضلي. شكرا. تفضلي. أنا أستاذن. الليلة بالتحديد ماشي مدرمان كمان. ممكن لو سمحت أصل معكم درمان؟ جدا ليلى تفضلي. شكرا. احنا مش متفقين نمشي مع بعض؟ لا معلش اتأخرت. طيب يا جيمي.